هذه الصور لم تكن كافية لتخبر لجنة التحقيق الأممية حقيقة ما جرى خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. فبحسب اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان، فإن التحقيقات لم تجد أدلة كافية للتأكد من ارتكاب إسرائيل أو الفلسطينيين انتهاكات لقوانين الحرب. سوف ترون أننا نتحدث في تقريرنا عن الأدلة وتحقيقات فعالة وشفافة، هي روايات الشهود والبيانات وغيرها من المواد التي يمكن أن تدلنا على الطريق لتحقيق أكثر شمولا. التقرير قال إن الطرفين على الأرجح ارتكبوا جرائم حرب، غير أن الأرقام التي أوردها وجهت أصابع الاتهام وإن بشكل غير رسمي، فبحسب التقرير استخدمت إسرائيل قوة تدميرية في حربها على غزة التي استمرت 50 يوما، حيث شنت أكثر من 6000 غارة جوية وأطلقت أكثر من 50000 قذيفة مدفعية، قتلت 1462 مدنيا وخلفت دمارا واسع النطاق في مختلف أنحاء القطاع مقابل 4881 صاروخا أطلقتها حماس و1753 قذيفة هاون خلفت 6 قتلى في صفوف الإسرائيليين. ورغم هذه الأرقام أصرت إسرائيل على نفي أي اتهام لها بارتكاب جرائم حرب. التقرير أعد من قبل مؤسسة منحازة بشكل ملاحظ، وهي لجنة ترأسها من قبل رئيس منحاز بشكل فاضح ويتلقى أموالا من الفلسطينيين واضطر إلى الاستقالة. لذلك إسرائيل تتعامل مع هذا التقرير بأنه معيب ومتحيز. الجانب الفلسطيني ممثلا في حماس رحب بتقرير لجنة التحقيق، رغم أن التقرير وجه اتهامات للفصائل الفلسطينية. نحن نرحب بإدانة الأمم المتحدة للاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في العدوان الأخير على قطاع غزة وقتله المدنيين، وهذا يستلزم اتخاذ إجراءات فورية وعملية. ورغم تأكيد لجنة التحقيق على حاجتها لمزيد من التقصي لتقديم اتهامات موثقة بارتكاب انتهاكات، إلا أن فلسطينيين رأوا أن ما تضمنه التقرير يعزز الموقف الفلسطيني في التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية. زينب خرفاتي، العربية.